فعندما نتحدث عن التخزين، هناك التخزين الآمن. إن الاختلاف، حتى نبسط للسادة المشاهدين، ما هي وجه الاختلاف بيننا وبين أثيوبيا؟ عندما أعلنت أثيوبيا عن حجم التخزين في بداية المشروع كان 14 مليار، ثم في عام 2011 أعلنت أنه هيكون 74 مليار. 74 مليار، فالفرق شاسع ما بين ال 14 وال 74. من هنا كان الانزعاج والقلق ان هذا الحجم عندما يتم اقتطاعه ووضعه وتخزينه ثم يتم استمراره، مشكلة هذا الحجم سيقتطع من الموارد القادمة اثناء مرحلة التخزين التي سيحسمها المكتب الاستشاري. اي يعني هيخفض من حصتنا في مياه النيل وحيؤذينا في المية في مرحلة التخزين، ثم يبدأ في إطلاقها لتعود مرة أخرى كما كانت المياه متدفقة في نهر النيل باللي احنا متعرف عليه. فإذا نحن في فترة التخزين وسنوات التخزين وحجم التخزين، هو ده المكتب الاستشاري، ودي كان المطلب المصري ان احنا يجاوب على هذه الأسئلة، وتم إن شاء الله التوافق عليه. ومن هنا حتى لا نستطيع إن احنا نسبق النتائج، كلنا ثلاث دول في انتظار هذه النتائج حتى نقول إيه هي الحجم وعدد السنوات التي لا تسبق